السلام عليكم. مركز حدودي ضخم تم إنشاؤه في ولاية سقهراس بالحدود مع الجمهورية التونسية في المنطقة المسمى بولاد مومن، ضمن في بلدية ولاد مومن. وهذا المركز الحدودي الجديد يعني الذي تم بنايته خلافا لمعبر حدودي آخر قديم كان ضيق ولا يفي بالغرض، يعني خلافا لهذا المركز الحدودي الجديد الذي يتوفر على كل يعني ما يستحقه المتعاملين يعني الاقتصاديين و يعني المواطنين اللي يعبروا عبر هذا المعبر الحدودي اللي فيه كل المرافق الضرورية لراحة المواطنين وكذلك لتسهيل العملية نتاع العبور نتاع السلع والمركبات عبر النقطة هذه. إذن وفيه كذلك مرافق ترفيهية ويعني ومسير بطريقة عصرية لما تم يعني إنجازه من وسائل يعني رقمية ويعني كل التجهيزات الضرورية في مثل هكذا مشاريع. إذن نترككم مع نهاية الفيديو، السلام عليكم.